وجل: ألا إن أولى القول في قلوب الحمد لله والشكر فضائل من يتلو القرآن ومن يقرئ. الحمد لله يا حمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب. نحن ماضون على طريق واضحة راشدة، ونقول لكل المراقبين: غزة تستحق الحياة بكل ما فيها، غزة تستحق الوفاء، غزة تستحق أن تمد لها كل يد العون، غزة تستحق كما وقفت أمام الأعداء شامخة بأبنائها وشعبها ومقاتليها، غزة تستحق أن تتوقف كل المؤامرات عنها، غزة تستحق أن تضاء بالكهرباء دون شروط، غزة تستحق أن ينعم أبناؤها الطلاب بعمل للخريجين دون شروط، غزة تستحق أن يرفع مجاهدوها على الأكتاف دون شروط، غزة تستحق أن تدفع الرواتب لموظفيها دون شروط، غزة تستحق بالأمن والأمان والسلامة والاطمئنان والإسلام دون شروط أو امتنان من أحد. غزة دائما كانت خزان المقاومة وخزان الكرم والعزة.